السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن الثريشولدنج وأنواعه، وهنحاول نشوف كذا اكزامبل لطيف شوية، وهنحاول إن شاء الله ربنا نختم بالفيديو دوت جزئية السيجمنتيشن اللي احنا بدأناها بقالنا 3 فيديوهات، واحنا برضو لازلنا يعني مرتبطين بالمنهج بتاع الكلية وبالسلايدز بتاع الدكتور، بحاول بقدر الإمكان يعني ما اطلعش عنها يعني، بس طبعا غلاب. المهم يعني ايه الثريشولد؟ الثريشولد في اللغه العربيه معناها عتبه، والعتبه التعريف اللغوي بتاعها هي عباره عن نقطه بتنقلك من حاله معينه او من قيمه معينه لقيمه تانية. هو الصراحه يعني تعريف دقيق جدا. القيم بتاعت الثريشولد ممكن الصراحه يعني اللي بتيجي هنا ممكن نجيبها بطرق كتير. الطريقه الاول اللي احنا هنشوفها النهارده هتكون هي الطريقه المانوال. احنا بنحدد التي ديت بقيمه معينه، ولو كانت الفاليو اللي احنا بنقارن بيها التي اقل منها بنخليها بمينيمم فاليو او بزيرو، ولو كانت اكبر منها بنخليها بماكسيمم فاليو او بواحد. النوعيه دي من الثريشولد بنسميها الحقيقه باينري ثريشولد، لان هي في الاخر انت الصوره بتاعتك بتطلع ما بين قيمتين اللي هي المينيمم والماكسيمم او الزيرو والواحد. ولكن مش ده يعني مش ده التايب الوحيد في الثريشولد. هنلاحظ ان في تو تايبس زياده، عشان بس الجزء بتاع التعريف يكون بس واضح. لو الفاليو او قيمه البكسل اللي احنا بنتست بيها كانت اكبر من الثريشولد هنخليها بماكسيمم فاليو، لو كانت غير كده بتساويها مثلا اقل منها بنخليها بزيرو. الكلام ده ينطبق على الباينري ثريشولد وعلى الانفرس بتاعه. الانفرس بتاعه بس بنستبدل الاثنين دول وبنحافظ على ايه؟ على البارامترز دي. النسخه الثانيه منه على اللي موجوده في اوبن سي في بتتكلم عن حاجه اسمها ترانكيت ثريشولد. ترانكيت في اللغه العربيه معناها قطع، واللي انت بتعمله بالتحديد ان انت بتمشي عادي على كل بيكسل وبتبدا تقارن عادي بالثريشولد، ولكن لو حصل والثريشولد ولو حصل وكانت الفاليو بتاعت البيكسل اكبر من الثريشولد مش بتخليها بماكسيمم فاليو، ولكن بتخليها بقيمه الثريشولد زي ما هي. قيمه الماكسيمم في الحقيقه بيتم اهمالها في النقطه دي، ولكن لو عكس كده بتسيبها زي ما هي عادي، فكانك انت الصوره ما بتلمسهاش هي، بس الفكره ان انت لو في قيم عاليه شويه مضيئه شويه تقريبا بتشيلها معاك في الحسبان، بتقطع الجزئيه. الترانكيت مفيش منها نسخه انفرس، هي بس النسخه العاديه. الحاجه اللي ممكن يكون فيها نسخه انفرس هي تايب اسمه 2-0 ثريشولد. 2-0 ثريشولد بيعمل حاجه مشابهه جدا للترانكيت، بيقارن القيمه بتاعت كل بيكسل بالثريشولد، لكن لو كانت اكبر منها بنخليها بقيمه الفاليو، ما بنخليهاش بقيمه الثريشولد، ولو كانت اقل منها بنخليها بزيرو. الفكره فين؟ ان انت برضو كانك بتمشي عادي في الصوره، ولكن لو حصل وكانت قيمة البكسل أقل من قيمة الثريشولد هتبدأ تصفر، لكن لو أكبر منها بتسيب عادي، كأنها العكس بتاع الترانكيت. هو الحقيقة بس هي مش العكس أوي، لأن أنت هنا ما بتكتبش قيمة الثريشولد، بتكتب بس قيمة يعني لو في قيمة هتكتبها هي الزيرو أو قيمة البكسل العادية. و 2-0 في منها نسخة انفرس بتستبدل فيها الاثنين دول. طب خلينا يعني نشوف اكزامبل واضح للأجزاء ديت. بس قبل ما نروح نشوف الاكزامبل عايزين نشوف الاول الدوكيومنتيشن بتاع اوبن سي في زي ما احنا متعودين، عشان يجي لنا سنس شويه باللي احنا قرات الدوكيومنتيشنز. الفانكشن بتاعت الثريشولد فيها بالظبط 5 بارامترز. اول بارامتر هو السورس او الانبوت ايمج اللي احنا بندخلها، ونخلي بالنا ان هي سنجل شانل يعني لازم تكون جري سكيل، ما ينفعش ار جي بي. تاني بارامتر هو الديستنيشن، وده احنا قلنا ان هو ملوش قيمه جدا عندنا يعني، لان الديستنيشن دوت كان مهم اكتر للناس بتوع السي وسي بلس بلس، ممكن نسخه قديمه من بايثون، لان كانوا بيحطوا الايمجز بيشتغلوا عن طريق البوينترز، فالبوينتر بيحتاج يبقى عارف البليس هولدر اللي هيحط فيه عشان بعد كده يخش اكسس وكده يعني. ففي بايثون لا، الفانكشن بقت انت تقدر تريتيرن البليس هولدر كله مره واحده، فمش محتاج تبقى فيه بوينتر مثلا، محتاج تبص انت البوينتر من الاول. تالت بارامتر معانا هو الثريشولد فاليو اللي احنا كنا لسه متكلمين عنها. هنشوف الحال في الوقت الحالي هنشوف طريقه مانوال، هنختار قيمه الثريشولد ديت بايدينا، ولكن بعدها بشويه هنشوف لو في طرق اوتوماتيك شويه ممكن تجيب لنا الطريقه يعني بشكل افضل شويه من اللي احنا جبناه. بعد كده عندنا الماكسيمم فاليو، ودي احنا كنا بنستخدمها زي ما قلت في اول تايب اللي هو الباينري ثريشولد. التايبس اللي بعد كده بيتم اهمالها الصراحه. خامس ارجيومنت معانا هو التايب، والتايب هو اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه اللي هو عباره عن ثريشولد باينري، الانفرس بتاعه الترانكيت ال 2-0 والانفرس بتاعه، وهو حتى هنا عامل التفصيلات بتاعته يعني. يعني بعد ما خدنا يعني نظره بسيطه كده على الـ على الـ على الدوكيومنتيشنز عايزين نجرب بقى الكلام دوت. النهارده هيكون معانا باشمهندس فتحي،
مش مهندس فتحي دوت يعني اللي ما يعرفوش ده واحد افضل على ناس كتير جدا في قسم حاسبات في هندسه عين شمس، حتى كمان حتى بره القسم يعني، سوء للاسف ساب الكليه يعني، امر محزن عارف. هو شخصيا يعني على مستوى الشخصي برضه انسان جميل جدا يعني. المهم احنا عايزين نجرب الفانكشن. احنا زي ما قلنا الفانكشن معانا بتاخد اول ارجمنت هو الايمج، واحنا هنا لما جينا قرانا الايمج معلومه ظريفه، ممكن الايمج في العادي تقراها في اوبن سي في بي جي ار، لو انت عايز تقراها جري سكيل مره واحده بدل ما تحاول تحول ممكن تحط زيرو بس هنا هيقراها مره واحده جري سكيل. وحتى احنا هنا كنا اتكلمنا برضو عن البي ال تي دوت اي ام شو، لو انت عايز لو انت ما عملتش باص للارجمنت جري دوت بتبقى الناتج فيه نوع من انواع الاصفرار كده، احنا هنخليها جري عشان تبقى الصوره واضحه ونبقى فاكرين ان هي جري. المهم زي ما قلنا احنا اول ارجمنت هنقدمه هو الايمج في حاله جري، بعد كده هنقدم قيمه الثريشولد، واحنا هنا هنقول القيمه اللي في النص 127، بعد كده هنقدم قيمه الماكسيمم فاليو اللي هي 255، ديت الفاليو اللي احنا عايزين الفانكشن عايزين الاوتبوت ياخدها لما يكون القيمه اكبر من الثريشولد اللي معانا. بعد كده هنقرر نوع التايب بتاع الثريشولد اللي احنا عايزينه، احنا هنعمل هنا ثلاث تايبس، هنجرب الباينري العادي، هنجرب الترانكيت، وهنجرب التو زيرو، مش هنجرب الانفرس بتاعهم لان هو نوعا ما هيبقى انتويتيف، هيبقى نفس الفكره، وهنحاول نستعرض الكلام دوت. لو حد يعني عنده استفسار عن جزئيه الاستعراض يعني، اللي انا بحاول اعمله هنا ان انا بعمل فيجر، الفيجر دوت بعدي له سايز معين، بعد كده ببدا اعمل فيه سب بلوت. سب بلوت يعني كذا كذا حاجه تتعرض في نفس الفيجر، فانا هنا اول رقم هنا بختاره لما انا بضيف السب بلوت بختار عدد الروز اللي عايزها تكون في يعني عدد الروز اللي هتكون موجوده في السب بلوت بتاعي، وده عدد الكولومز 30 عدد الكولومز، والواحد دوت ده اول اليمنت في الماتريكس ديت اللي هي مثلا 1 فوق 3 او 3 في 3 او خلافه. بعد ما بحدد السب بلوت اللي انا عايز اكتب فيه بعمل البي ال تي دوت اي ام شو عادي، فهو بيروح عارض في السب بلوت دوت. بعد كده ممكن مثلا احط تايتل، والتايتل عشان اقدر احطه لازم السب بلوت اللي هعمله دوت يرجع في فاليو عشان يبقى عارف، يبقى المات بلوت لايبرري عارفه هكتب فين. بعد كده ممكن اعمل اشيل الارقام اللي بتكون طالعه على السب بلوتس او على البلوتس عموما عشان اخلي الموضوع اوضح شويه، فبحط التيك ليبلز او الاكس تيك ليبلز او الواي تيك ليبلز بقيم فاضيه. نفس الكلام دوت في الباقيين، هنا حددت تاني اليمنت كتبت فيه عرضت فيه الصوره وحطيت عليه تايتل، بعد كده برضه تالت اليمنت وهكذا. اللي احنا نشوفه هنا بقى ايه؟ احنا نشوفه ان في الباينري قطع شويه حاجات، حاجات بقت بواحد، حاجات بقت بزيرو بناء على اللايت اللي كان موجود في الصوره الاصليه. الترانكيت نلاحظ ان هو القيم المضيئه تقريبا مسحها، يعني هنا كان في ممكن شويه ديتيلز بس لان القيم هنا مضيئه جامد هو قطعها وحط قيمه الثريشولد مكانها وقطعها تماما. 2-0 ثريشولد هو عمل العكس، يعني هو الحاجات اللي كانت فيها قيم قريبه شويه للضلمه هو ضلمها خالص، فلاحظ حتى الجزء الاسود زياده شويه. طب الكلام ده كله جميل وكل حاجه، ولكن المفروض في سؤال يتم الصراحه يعني اي حد مركز يساله. واحد، ليه الفانكشن مرجعه قيمتين؟ هو مش يعني هي ما ترجع قيمه السريش، يعني ترجع الصوره سريشت وخلاص، ليه في قيمه تانية اسمها ريتيرن فاليو؟ السؤال التاني هو ليه، هل في طريقه افضل من ان انا اختار قيمه الثريشولد بايدي؟ يعني هل ممكن مثلا يبقى في طريقه اذكى شويه؟ الحقيقه السؤال دول يعني يندرجوا تحت نفس النقطه، وهي حاجه اسمها الاوتسيو ميثود. الاوتسيو ميثود دي كان عاملها عالم ياباني اسمه نيوبوكي، انا كنت عارف ان ده هيحصل فقررت ان اجيب اسم الراجل عن طريق جوجل ترانزليت. ده المفروض يكون اسمه ده اسمه بالياباني، ولو حد عايز يعرف اسمه بالعربي نوبويوكي اوتسو. الراجل ده كان راجل جميل جدا، لاحظ ملاحظه لطيفه جدا هنتكلم عنها دلوقتي. تقدر على اساسها تعمل نوع من انواع اختيار للثريش هولد اللي انت هتقسم عليه بطريقه قد تكون ذكيه شويه. اللي قاله بقى الاخ دوت اللي هو الاتسو او قاله في الاوتسو ميسو بتاعته، هو لاحظ حاجه اسمها الباي موديل. ايه الباي موديل دوت؟ الباي موديل عشان نقدر نتكلم عنه محتاجين نراجع بس على فكره بسيطه اسمها الهيستوجرامز. الهيستوجرامز او الرسم البياني التكراري في اللغه العربيه، زي ما واضح من معناها ان هي بتحاول تقيس مدى تكرار شيء بناء على الانبوت اللي انت مديها. الانبوت هنا في حالتنا طبعا هو الصور، والحاجه اللي عايزين نقيس تكرارها هو قيمه البيكسلز. احنا عارفين ان البيكسلز بتاخد قيم ما بين 1 ل 255،
فاحنا عايزين نشوف كل قيمه من دول اتكررت كام مره في الصوره اللي جايه. يعني مثلا على سبيل المثال لو فرضنا مثلا عندنا قيمه 6، عندنا مثلا شويه بيكسلز في الصوره كانوا واخدين قيمه 6، كام بيكسل كانوا واخدين الرقم دوت؟ هنكتشف مثلا والله ان في مثلا بتاع 20 بيكسل في الصوره كانوا واخدين قيمه 6، ونلاقي مثلا في بتاع 100 بيكسل في الصوره كانوا واخدين قيمه 122، وهكذا وهكذا. فده بيبقى يعني الهيستوجرامز بتبقى من الطرق اللطيفه شويه انك تقدر تبقى عارف توزيع البيكسلز في الصوره شكلها عامل ازاي. وفي اوقات بيتم استخدام الهيستوجرام بعد ما تعمل له نورماليزيشن عشان يبقى مثلا يبقى مجموع كل القيم اللي فيه لو جمعناها في الاخر تدي واحد. ده ساعات بيتم استخدامه عشان كنوع من انواع التمثيل للبروبيلتي ديستريبيوشن بتاع الصوره، يعني الصوره توزيع قيم البيكسلز فيها شكلها عامل ازاي. وساعات بيتم استخدامه برضو في انك تكمبير صور ببعض، وليه يعني استخدامات لطيفه جدا ممكن حتى نشوفها قدام يعني لو كان في فيديوهات يعني. اللي لاحظه بقى دكتور اوتسو حاجه اسمها الباي موديل. الباي موديل ده عباره عن ايه؟ هو بيقول ان في صور بتكون لو احنا جينا حسبنا مرة تكرار القيم فيها هنلاقي ان هي في حاجه زي 2 بيكس، حتى اسمه باي موديل اللي هو موديل ثنائي. فبيبقى في 2 بيكس كل بيك فيهم بيبقى حواليها في قيمه معينه في البيكسلز، في بيكسلز كتير جدا واخدها قيمه مثلا 122 مثلا، في بيكسلز كتير جدا في الصوره واخدها وحواليها بحبه، وفي نفس الوقت يبقى في قيمه ثانيه برضو واخدها. مش طبعا يكون نفس الشكل دوت، ممكن تبقى مثلا حاجه اصغر من حاجه واحده اكبر من حاجه، ولكن في الاخر هو بيبقى فيه 2 بيكس او 2 بيل كيرفز موجودين في الصوره في الهيستوجرام بتاعك. ده استفدنا منه ايه؟ استفدنا منه ان احنا نقدر نقول والله بما ان في شويه مثلا بيكسلز مثلا كتير هنا وفي شويه بيكسلز كتير هنا، فاحنا ممكن ناخد ايه المتصل بتاعهم. يعني احنا مثلا عندنا هنا قلنا 6 مثلا، هنا 122، ممكن ناخد 6 زائد 122 على 2 ونشوف النقطه اللي في النص اللي افصل عندها يكون كل اللي قبلها دوت شويه بيكسلز احنا عارفين هم قريبين من بعض، فنخليه مثلا بصفر مثلا او بمينيمم فاليو معينه، وما كل بعدها نخليه بماكسيمم فاليو معينه. فتبقى تقسيمه فيها قدر من العدد وفيها قدر برضو ايه من الذكاء. بس الاكزامبل دوت او التست كيس ديت فيها عيب بسيط جدا. نفترض احنا كان عندنا هيستوجرام مش بالشكل دوت، كان عندنا مثلا بيل كيرف واسع شويه وبيل كيرف تاني مدبب ولكن عرضه صغير. لو احنا جينا قررنا ان احنا ناخد بس القيمه اللي في النص ديت والقيمه اللي في النص ديت وناخد الافريج بتاعها او ناخد المتوسط بتاعها، هنلاقي ان خط الفصل كان في النقطه دي. خط الفصل النقطه ديت خط كويس، مش هنقول انه وحش جدا، ولكن خط افضل هو الخط دوت. الخط دوت فعلا فاصل ما بين البيل كيرف دوت والبيل كيرف دوت او البيك دي والبيك ديت تماما. طب فيبدو ان حاجه زي الفاريانس او مدى تشتيت كل كيرف من الموجود معانا دوت محتاجين برضه ناخده في الاعتبار. فده كان لاحظ دكتور اوتسو، وساعتها عمل الايكويشن بتاعته. الايكويشن بتاعته ديت بهذا الشكل الجميل. الايكويشن ديت الهدف منها انك تعمل لها مينيمايزيشن، انك تحاول تجيب اقل قيمه فيها. ليه بقى اقل قيمه فيها؟ مبدئيا الايكويشن ديت معناها ايه؟ ديت اسمها الفاريانس، السيجما سكوير دي هي الفاريانس. فالفاريانس بتاع اول كيرف عندك زائد الفاريانس بتاع ثاني كيرف عندك مجموع الفاريانس دول على بعض بيديك مثلا فاريانس ثالث. ما انت عايز تجيب اقل قيمه للفاريانس دوت. ليه اقل قيمه؟ لان انت لو وصلت لاقل فاريانس، طبعا هو هنا اقل فاريانس عشان بس اوضح نقطه، احنا شايفين الحاجات ديت فاحنا قادرين نفصل بعيننا بشكل سهل. الكمبيوتر مش شايف الحاجات ديت، يعني هو ما يعرفش ان في بيك هنا وما يعرفش ان في بيك هنا. فهو في الحقيقه بيعمل ايه؟ هو بيقعد يجرب كل قيمه ثريشولد. يعني بيجي مثلا عند مثلا 5 يروح حاطط خطين ويقول كل ما قبلها ده كده كلاس وكل ما بعدها ده كلاس تاني. وبعد كده بيقيس الفارينس بتاع الكلاس اللي هو الاولاني اللي هو قبل الخط، ويقيس الكلاس ويقيس الفارينس بتاع الكلاس التاني. حلو. وبعد كده يقعد بقى يكرر الكلام دوت لكل قيمه من الواحد ل 255 اللي عندنا في الهيستوجرام. اللي بتعمله بقى الفانكشن ديت ايه؟ ان هي بيقول له ايه؟ بيقول له ان انت لو قعدت تقطع كده اقل قيمه، يعني الفالانس انت هتحسبه من الكلاس دوت والفالانس هتحسبه من الكلاس دوت، لو وصلت لاقل قيمه لكل الفالانس اللي هتحسبه من كل كلاس، فانت في الغالب قدرت تقفل كلاس كامل على بعضه وكلاس تاني على بعضه. فيبقى الخط دوت خط كويس جدا للقطع. وده حقيقه كلام منطقي. يعني انت لو مثلا جيت وقفت هنا وجيت حسبت الفالانس هنا هتلاقي الفالانس في الاخر هو القيمه الصغيره دي. على عكس مثلا انت لو جيت قطعت هنا، لو قطعت هنا هتلاقي طبعا في شويه بوينتس هنا وفي شويه بوينتس هنا، فانت لما تجيب الفالانس هتلاقي الفالانس مش بالحته دي، هتلاقي الفالانس اكبر شويه. يعني في قيم مرميه شويه على اليمين. على عكس ده مثلا هتلاقي الفالانس بتاعه ممكن يكون اصغر شويه، ولكن الفالانس كله هيكون اكبر من لو كنا قطعنا هنا
البالانس بتاعته اصغر ما يكون لان هو متقفل بالسنتوف على البروبيل ديستريبيوشن دوت، والبالانس هنا برضو اصغر ما يكون لان هو متقفل على البيك ولا على البيل كيرف دوت بشكل ايه ادق منك. وده اللي كان لاحظه دكتور اتس، وده اللي كان بنى عليه الايكويشن بتاعته. الايكويشن بتاعته بس بتقعد تمشي على قيم الثريشولد، وبعد كده تشوف كل كلاس تحسب الفالانس بتاعه، وفي الاخر تاخد اقل فالانس. ودي يعني حتى سهل الامبلمنتيشن بتاعها بالكود لو حد حابب يجرب يعني. انا بس عايز بس يعني نستذكره يعني عشان برضو كلنا على نفس الصفحه، هو ازاي الفالانس بيتم حسابه. الفالانس بيتم حسابه في طبعا طريقه ممكن كل الناس فاكراها، ان انت بتجيب كل نقطه وبتطرحها من المين وبتربحها، بعد كده بتقسم المجموع بتاع النقط ده كله على عددهم بحيث انك تجيب الفالانس الكلي مثلا بتاع الجزء اللي انت شغال عليه. الطريقه ديت بتنفع بس في حاله لو كان البروبابيلتي ديستريبيوشن بتاعك واحد، يعني كل البوينت واخده نفس البروبابيلتي. حلو، طبعا الكيس ديت مش موجود عندنا، احنا كل بوينت ليها قيمه معينه، مش كلهم على نفس القيمه. فاللي بيحصل ايه، اللي بيحصل انك برضه بتطرح كل بوينت من المين بتاعها وبتربحها عادي، ولكن بتضرب بعد كده كل قيمه من ديت في البروبابيلتي بتاعها وبتاخد سميشن للكلام ده. فالناتج من ده المفروض بيديك في الاخر الفاريانس بتاع الداتا اللي انت كنت شغال عليها. طب ازاي نحسب المين؟ نفس الكلام برضو، انت في الشكل القديم اللي هو بتقعد تجمع كل الارقام وتقسمها على عددها وخلاص، بس الشكل دوت ده في حاله برضو لو كانت القيم البروبابيلتي بتاعت كل بوينت واحده، ما كان الكلام دوت مش موجود في حالتنا دي. القيم بتاعت كل واحده فيهم مختلفه شويه. فانت اللي بتعمله في الحقيقه، انت بتجيب كل قيمه كل داتا بوينت وبتضربها في البروبابيلتي ديستريبيوشن بتاعها، بعد كده بتروح قاسم على عددها، عدد البوينتس اللي عندك. فبتحسب المين، مكان المين ده بتعوض بيه هنا، فبتحسب الفاليانس. طبعا يعني الكلام دوت قد يكون فيه قدر كبير من الماس، في دلوقتي فانكشنز بنمباي وخلافه ممكن تحسب الكلام ده كله من غير ما توجع دماغك يعني. المهم اللي احنا عايزين نستفيد منه يعني، احنا عايزين نجرب الكلام اللي احنا قلناه. في اكزامبل لطيف برضو عايزين نكمل عليه مع باشمهندس فتحي. اول حاجه عايزين نشوف الهيستوجرام بتاع باشمهندس فتحي، وهل اصلا ينفع، هل هو اصلا باي موديل، وهل هينفع معاه الاوتسو ميثود ولا لا. انا كنت كتبت الكود دوت بي ال تي دوت هيستوجرام، بتاخد الايمج دوت ار رافال دوت، معناها بتجيب لك الفاليوز بتاعه البيكسلز بشكل واضح يعني. بعد كده 256 او من 255 دوت الرينج اللي هو قيم البيكسلز من 0 عندك 256، بتنزل 50 هنا معناها الماكسيمم فاليو بتاعتك. طب هو صوره باشمهندس فتحي فيها قدر كبير جدا من الباي موديل، لو احنا مثلا قلنا ان ده بيك وده بيك تاني، فاحنا ممكن نقفل ده مثلا عباره عن بيل كيرف، مثلا نقفل دوت عباره عن بيل كيرف، في حاجه في النص ممكن تكون مؤذيه شويه، ولكن يعني ينفع نوعا ما الفصل يعني. المهم طب هل الطريقه بتاعت اوتسو ديت ازاي بعمل لها، ازاي حصل لها امبلمنتيشن في اوبن سي في؟ هو هنا بقى يجي فايده حاجه اسمها الريد فال اللي احنا كنا اتكلمنا عنها، اللي هو ريتيرن فاليو. عشان تقدر تضيف الفانكشنات بتاعت الاوتسو في الحقيقه، انت كل اللي محتاج تعمله بس وانت بتعرف الفانكشن هتعرف كل حاجه عادي، ولكن هتضيف بعد الطيب هتجمع عليه حاجه اسمها سي في 2 دوت سلاش اوتسو. ده كانه فلاج تاني، الفلاج تاني دوت لما بيتجمع على التايب اللي موجود مع اوبن سي في بيعمل ايه، بيروح حاسب الاول قيمه الثريشولد بشكل اوتوماتيك زي اللي احنا قلناه، بعد كده بيروح عامل التايب اللي انت كنت عايزه اللي هو مثلا في حالتنا الباينري. الناتج بقى من دوت ايه، الناتج بيكون الثريشولد ايمج عادي، والريتيرن فاليو بترجع لك قيمه الثريشولد اللي قطع عندها، يعني قيمه الثريشولد اللي حسبتها الاوتسو ميثود ورجعتها لك. في حالتنا فوق احنا لو كنا طبعنا يعني الريتيرن فاليو اللي كنا طبعناها كانت في الاخر هتدينا 127 القيمه اللي احنا كنا بنرجعها. وهي كانت زمان كانت مالهاش قيمه، هي بس ظهرت الريتيرن فاليو ظهرت لما الاوتسو دخل في الموضوع وبقى في طريقه اوتوماتيك بترجع لك، بتجيب قيمه الثريشولد الافضل. فبقى احنا كنا عايزين نعرف طب قيمه الثريشولد الواجبه دي ايه، عشان مثلا لو في ديباجنج او خلافه فنقدر نحسب حاجه زي كده ازاي. فلو حتى جينا هنا ده جزء الكود ده بس جزء العرض، عرفت هنا الفيجر، قسمت حاجه اسمها اد جريد سبيك. جريد سبيك بتحاول تقسم جريد مثلا 3 في 3 زي ما انا معرفها هنا، بتقسمها ايه لحاجه مثلا زي مربعات. المربعات دي ممكن مثلا تاخد كل مربعين مثلا وتدمجهم في بعض تعرف في حاجه. الهدف من استخدام الموضوع كله ان انا اقدر يسمح لي اعرض حاجه زي كده، حاجه مثلا تكون بالطول وعرض مختلفين، ما يبقاش كلهم
مربوطين بنفس الحاجه يعني. المهم اللي احنا عايزين نستفيده من الجزئيه دي كلها هي ازاي قطع، يعني هو قطع فين، اختار يقطع فين. قيمه الثريشولد اللي هو قطع عندها هي 116. حتى احنا هنا جينا طبعنا سلاش فروم فورمات ريت فال، دي القيمه اللي احنا قلنا عليها هنا بنرجعها. قررنا احنا هنحطها على اسم الصوره من فوق على الانستجرام عندنا. هو قرر عند 116 لان شاف ان دوت افضل قيمه بتخلي الفالنس من هنا والفالنس من هنا اقل شيء. ولو احنا جينا قارنا شويه بين النتيجه 116 والنتيجه 127 اللي احنا جبناها، ممكن النتائج ما تبقاش مختلفه جدا يعني. ولكن في كانت اجزاء متقطعه شويه، الاجزاء ديت تم لحمها يعني، الصوره بقت سموز اكتر. دي يعني كانت طريقه كويسه نوعا ما، كانت طريقه برضو يعني مشهوره بقدر كبير في انك تقدر تحسب قيمه اوتوماتيك شويه للثريش هولدنج. ولكن كان في عيب خطير جدا وهي قيمه وانها جلوبال. يعني ايه جلوبال؟ يعني في الاخر انت بتجيب قيمه، في الاخر بتجيب قيمه الثريش هولد اللي هتقطع عندها ديت، القيمه دي بتكون موحده على جميع اجزاء الصوره. مع ان في الحاله الواقعيه ساعات مش كل الصوره بتكون متعرضه للاضاءه بنفس الشكل. لا ممكن مثلا تلاقي مثلا اللي هي حاجه اسمها الالومنيشن، وده تقريبا تالت واخر جزء عندنا معانا يعني. حاجه اسمها الادابتيف ثريش هولدنج. الادابتيف ثريش هولدنج بيحاول بقى يحل مشكله الاوتسو ويحل مشكله المانوال. او ما حلوا عملوا افكار كويسه شويه ان هم قدروا يعني، اوتسو عمل اداء كويس جدا في ان هو يقدر يفصل بشكل ذكي شويه، ولكن لا زال هو معامل الصوره كلها على ان هي حاجه واحده، على ان هي متعرضه لاضاءه بشكل واحد. معنى ده ما بيحصلش جدا في الحاله الواقعيه، ده انت ممكن مثلا يكون عندك صوره فيها مثلا اوبجكت معين، اوبجكت دوت متعرض لاضاءه بشكل معين من هنا، ولكن مش من الناحيه الثانيه الظل بتاعه، فالجزء ده يكون مضيء جدا والجزء دوت يكون مظلم جدا. لو احنا خدنا الصوره كلها بمكيال واحد وخدناها بثريش هولد واحده، التقسيم مش هتبقى عادله يعني. هتلاقي مره واحده الجسم دوت جزء منه بواحد وجزء منه تاني بزيرو، مع ان احنا كنا مثلا عايزين نطلع الجسم دوت على بعضه، فكنا عايزين مثلا نختار قيمه ثريش هولد ليها علاقه بالجزء المضيء تكون عادله شويه بالنسبه للجزء المضيء، وقيمه ثريش هولد بالنسبه للجزء المظلم تكون عادله شويه بالنسبه للجزء المظلم. فكنا عايزين الثريش هولد يكون مش جلوبال، مش واخد قيمه واحده، لا ياخد قيمه بناء على كل جزء من الصوره، يكون واخد بس عليه كده حاجه زي سكرين شوت او ويندو بيبص عليها بس وسايب بقيه الصوره ملوش علاقه بيها. ده اللي حصل بقى في الادابتيف ثريش هولد، وده كان التحديث الاخير او التحديث اللي يعني الزياده اللي حصل بعد اوتسو، ان هو كان عايز يحل مشكله الالومنيشن زي ما احنا كنا بنتكلم ان هو الاضاءه ممكن تيجي من كذا ناحيه، فلا احنا ناخد قيمه جلوبال مش اذكى حل. حل الموضوع ده ازاي بقى؟ حل الموضوع ده عن طريق ان هو بدا ياخد ويندوز، ويندو في الصور، والويندو ديت عباره عن ان هي صوره واحده، يعني ياخد جزء كده ده جزء من الصورة. احنا جينا مثلا الحتة دي كده جزء من الصورة، الجزء دوت يعتبر صورة لوحده، بجيب له قيمة الثريش هولد لوحده وبقطع فيه لوحده بعيدا عن بقية الأجزاء. وبعد كده الويندو دي بروح محركها مثلا شوية، أعمل نفس الكلام، بعد كده أحركها شوية وأقعد أمشي بيها على الصورة كلها بحيث إن كل ريجون في الصورة تكون ليها قيمة الثريش هولد خاصة بيها مالهاش علاقة بإخواتها. طب إزاي بيحسب قيمة الثريش هولد بالنسبة لكل جزء؟ هنا بقى ظهر في تو ميثودز، حاجة اسمها المين ثريش هولد والجاوسيان ثريش هولد. ما تمش استخدام هنا الاوتسو، لان الاوتسو في الجزء الصغير دوت ممكن ما يطلعش كل قيم البكسل اللي انت عايزها، ما يطلعش القيم من 0 ل 255، فتبقى الموضوع متكسر جدا، ما يبقاش يعني نسبه ظهور الباي موديل في حاجه زي كده تبقى قليله، لان انت اصلا عندك البكسلز اللي بتشتغل معاها قليله، فممكن تلاقي مثلا حاجه كده 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 كده، فقيمه انك تطلع باي موديل بتبقى صعبه شويه. فالاوتسو ما كانتش فعاله في حاجه زي كده. الحاجه اللي كان اختار ان هم يشتغلوا بيها هي المين والجاوسيان، على امل ان هو ايه، طب ما ناخد متوسط القيم البكسل ديت وعلى اساسها اقطع، فيعني حل متوافر وخلاص. بعد كده في حد جه قال طب ليه نشتغل بالمين؟ ليه نشتغل بس بالافريج؟ ليه ما نشتغلش بحاجه ويتد افريج؟ وهو ده السبب لظهور حاجه زي الجاوسيان ميثود. الجاوسيان ميثود هي في الاصل تعتبر ويتد افريج، لان انت الجاوسيان ميثود دي عباره عن ايه؟ قلنا البيل كيرف. لو انت جيت عبرت عن ديت هنا هتلاقي ان هو بيروح الويندو مدي كل بيكسل فيها ويت، بحيث ان اكبر ويت يكون في البيكسل اللي في النص، بعد كده الويت ده يبدا يقل كل ما انت بتبعد عن البيكسل اللي في النص يقعد يقل. فده يعتبر نوع من انواع الويتد افريج، انت بتدي افريج بتدي ويت عالي جدا لمثلا البيكسل في النص والبيكسلز اللي غير كده يعني بتديها ويت اقل. يا ترى طبعا ممكن تبان غير عادله، ولكن هي بتدي نتائج افضل للمراجعه يعني. ده هو ده كل اللي كان موجود في الادابتيف ثريش هولد، ان هو عايز ينقل من جلوبال لوكال. طب
عايزين نشوف. طبعا هي مش في نفس الفانكشن بتاعت الثريشولد العاديه، لا هي في الحقيقه في فانكشن خاصه ليها في اوبن سي بي اسمها ادابتيف ثريشولد. في برضه منها نسخ سي بلس بلس بايثون وخلافه، احنا بس اللي مهتمين بيه البارامترز اللي عندنا. او بارامتر هو السورس الايمج بتاعتنا زي ما موجود في الثريشولد العادي، محتاج يكون 8 بت سنجل شانل جري سكيل، ما ينفعش ار جي بي. الديستنيشن ما يهمناش. الماكسيمم فاليو القيمه الماكسيمم اللي هتتحط بعد مثلا ما قيمه البكسل تعدي الثريشولد. بعد كده ادابتيف ميثود، الادابتيف ميثود اللي احنا لسه بنتكلم عنها اللي هو مين ولا جاوسيان على حسب، هنجرب الاثنين وهنشوف النتائج المختلفه منهم. بعد كده عندك الثريشولد تايب، الثريشولد تايب في حاله الادابتيف مش واخد كل الخمسه اللي احنا اتكلمنا عنهم في اول الفيديو، ولكن بس واخد منهم اثنين، هو الثريشولد باينري والباينري انفرس. حتى تايب ذات ماست بي ايذر كذا وكذا. بعد كده عندك حاجه اسمها البلوك سايز، البلوك سايز دوت اللي هو الويندو سايز اللي بيتقطع من الصوره وبيتعامل معاه على انه جزء لوحده. ده بيكون عباره عن حاجه زي بليس هولدر او على شكل ماتريكس، بيكون 3 في 3 5 في 5 7 في 7 11 في 11 وانت طالع. ده الجزء اللي هو هيقطعه من الصوره وهيشتغل على اساسه، وبعد كده يعمل له ثريشولد، بعد كده ايه بعد ما يقطعه يروح مرجعه بقى في الصوره الاصليه. بعد كده عندك حاجه اسمها سي سي دوت، كان عباره عن كونستانت بتطرحه من الاوتبوت بتاع المين او الجاوسيان. يعني انت في الاخر المين والجاوسيان بياخد الويندو دوت ويعمل لها مثلا اوبريشن سواء المين او الجاوسي، ويطلع برقم، الرقم ده بيكون رقم الثريشولد. ممكن بقى انت رقم الثريشولد دوت تكون حاسس ان هو مثلا هيبقى شيفتد شويه، وده ليه علاقه شويه بالبروبيت ديستريبيوشن بتاعت الصور، وان انت بتاخد سامبل من الصوره الكليه، فانت ما ينفعش تعامل المين بتاع السامبل دوت على ان هو مين جلوبال وتشتغل على اساسه، فمحتاج مثلا تطرح مثلا منه رقم او خلافه. لو حد يعني مهتم بالجزء دوت في حاجه اسمها السامبل مين والبوبيوليشن مين، والموضوع ده اصلا يعني دي كلام في البروبيت ثيوري. المهم ان هو هما قالوا طب ما نحط بارامتر يسمح للشخص ان هو يقدر يتحكم في مثلا قيمه مثلا يقدر يطرحها او حتى يجمعها، لو خلينا مثلا الرقم ده بالسالب على المين، بحيث ان هو يقطع، بحيث ان هو قيمه الثريشولد تبقى يعني اهدى سبيلا شويه. هي دي كل البارامترز الموجوده في الفانكشن. انا برضو كنت عامل تيست اكزامبل لطيف شويه للموضوع دوت، استخدم فيه ادابت الثريشولد برضو يعني نوك ثرو يعني النقطه ديت. بياخد الايمج جري سكيل زي ما هي 255 ديت القيمه الماكسيمم اللي احنا اتكلمنا عنهم. بعد كده الادابتيف ثريش مين، احنا هنا هنجرب الاثنين، هنجرب المين وهنجرب الجاوسين ونشوف مين فيهم افضل. بعد كده الثريشولد تايب احنا هنا اخترنا الباينري كحاجه ديفولت. بعد كده الويندو اختار تاني الويندو يكون 11. الويندو في الغالب كل ما تكبر كل ما يبقى حاجه افضل، ان انت بتاخد قطاع اكبر من الصوره، مش قطاع كلي بس قطاع اكبر من الصوره، يقدر يخلي المين او الجاوسيان يعني يكون مصدر ثقه اكتر يعني. بعد كده الخمسه ضغط الرقم الكونستانت اللي انا قررت اطرح منه، ده عباره عن تجربه يعني جربت قيم مختلفه، وحتى احنا هنجرب دلوقتي ونشوف النتائج هتبقى شكلها عامل ازاي. على الشمال هنا ده المين، وعلى اليمين هو الجاوسيان. المين يبدو ان هو بيحافظ على الايدجز روباست اكتر شويه، يعني في حاجات هنا ظاهره تقريبا هنا مختفيه، فالموضوع هنا سوفت شويه، فدي برضو ملاحظه لطيفه شويه. النتائج ديت ممكن بسهوله جدا تختلف بناء على الويندو وعلى القيمه الكونستانت. خلينا مثلا نختار اثنين مثلا كنوع من التغيير ونشوف هيبقى شكلهم عامل ازاي. يبدو ان القيمه كل ما تقل كل ما الشاربنس بتاع الاوتبوت بيبقى اكتر، وكل ما النتائج بتاعتك كل ما الاوتبوت بتاع الصوره بيبقى يطلع فيه قيم اكتر. دي معلومه لطيفه شويه اللي احنا نعرفها برضو، بس اهم حاجه نعرفها ان الادابتيف ثريشولد هو ماشي كان شغال على شكل ويندو بيقعد يقطع اجزاء من الصوره يعمل عليها ثريشولدنج ويسيب الباقي. ده كل حاجه في الثريشولدنج تقريبا على الاقل بالنسبه لاوبن سي في. لو حد عايز مرجع لطيف يعني الموضوع، فالتوتوريال بتاع اوبن سي في كان لطيف جدا جدا جدا، وبيدي اكزامبلز بصريه لطيفه وشرح تقريبا كل حاجه انا قلتها، ومدي اكزامبلز سواء كان بينا حتى مثلا بيتكلم عن جزئيه الجلوبال ثريشولد ممكن ما تكونش افضل حاجه، لكن لو عملنا ادابتيف ثريشولد لوكال ممكن يبقى افضل شويه. وانا برضه شارح الاوتسيو ميثود والماث اللي فيها، الماث اللي فيها ممكن يكون مش لطيف شويه كيو 1 وحاجات من ديت، بس هو عامه اللي هيعمل ديريفيشن هيكتشف في الاخر ان هو نفس الكلام اللي كنت بقوله، هو بس مهتم بالفارينس بتاع اول كلاس والفارينس بتاع تاني كلاس بناء على الثريشولد اللي اتقطعت، وان هو يجيب اقل فارينس موجود عنده. ده كده تقريبا كل حاجه في الثريش هولدنج. انا بس عايز اسلط الضوء على حاجه يعني بسيطه.
احنا في اول الفيديوهات كنا اتكلمنا عن ان السيجمنتيشن في منه نوعين، ايدج بيزد وريجن بيزد. الايدج بيزد ده اللي احنا يعني ملتزمين بيه في الكورس. في نسخه تانية اسمها ريجن بيزد. الريجن بيزد ليها شغل، وليها شغل كبير جدا. انا بس عايز اسلط الضوء على تو فانكشنز، تو الجوريزمز مشهورين في الموضوع. لو حد عايز يذكر عنهم اكتر، لان طبعا مش هينفع اشرحهم، محتاجين فيديوهات خاصه بيهم، هيبقى كويس. اول فانكشن اسمها ووتر شيد، وتاني فانكشن اسمها جراب كات. جراب كات بالمناسبه كانت عاملاها مايكروسوفت بمساعده ناس من كامبريدج، وهي ذكيه شويه يعني، هي كالجوريزم لطيفه شويه. بس التو الجوريزمز والجزء بتاع ريجن بيزد عموما بيندرج تحت فكره ان احنا بدل ما نقعد نقط، بدل ما نحاول نشوف الايدجز ونقفلها ونطلع منها مثلا الاوبجكت، لا احنا نختار اريا معينه، والاريا ديت نحاول نوبتمايزها بحيث ان هي تمسك او تقفل على الـ على الـ على الـ على الاوبجكت اللي موجوده فيه، عن طريق ان بيبقى في حاجه اسمها انرجي فانكشن. انرجي فانكشن ديت تعريفها في الايمج بروسيسنج هي مقدار الانفورميشن في الجزء اللي انت شايفه. فانت بتحاول انرجي فانكشن دي تعمل لها مينيمايزيشن. يعني ايه مينيمايزيشن؟ يعني انت بتحاول تشوف لو انا خرجت بيكسل معينه مثلا من الجزء اللي انا شايفه دوت، هل الانفورميشن اللي في الصوره هتقل ولا تزيد؟ لو مش هتعمل تاثير، فالبيكسل دي كانت ملهاش قيمه، يعني ملهاش لازمه في الاوبجكت اللي انا بحاول اعمله ديتكشن، فانا ممكن اشيلها عادي. فهو اللي بيحصل في الريجن بيست سيجمنتيشن ان هو بيقعد ياكل في الاريا اللي انت بتختارها لحد ما في الاخر يقفل بالظبط على الاوبجكت اللي انت عايز تشتغل معاه. يعني هي خطوه ذكيه شويه. في ماتلاب في التول بوكس بتاعه حاجه اسمها اكتف كونتورز، دي برضو الجوريزم تالته بتعمل برضو نفس النقطه، اسمها سنيك الجوريزم بين قوسين اكتف كونتورز. الطريقه هناك لطيفه جدا، وكمان فيجوال، بتشوف الانرجي فانكشن وهي بتضغط على الصوره، بتحاول بتطلع الاوبجكت لوحده، بتشوفها ان ريل تايم يعني. فلطيفه جدا على عكس الووتر شيد والجراب كات اللي بيطلعوا الموضوع مره واحده، فممكن بقاش فيجوال كويس يعني. المهم ده كل حاجه بالنسبه لجزئيه الثريشولدنج والسيجمنتيشن عموما. اتمنى تكونوا استفدتوا، واتمنى ما تكونش ضيعت وقتكم يعني، والقاكم ان شاء الله في فيديوهات قادمه.